السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 17 القسم 2 تطبيقات الدوائر الكهربائية منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة. أقرأ، أفهم، أحفظ، وطبق. مفتاح النجاح في إيدك بعون الله. المسألة 27 تحدي. دارة متوالية ومتوازية تحتوي على ثلاثة من الأجهزة الكهربائية، خلاط اللي هو هذا، ومحضر طعام اللي هو هذا، موصولة على التوازي، ومحمصة خبز موصولة على التوالي. هاي التوستر اللي هو محمصة الخبز كما هو موضح بالشكل 15. اوجد التيار المار المار خلال الخلاط، يعني خلال البلندر، يعني بالتيار هذا اي بي. حتى نوجد التيار اي بي بدنا نوجد تيار المصدر، نوجد تيار المصدر، تيار الكلي. حتى نوجد التيار الكلي بدنا نوجد المقاومة المكافئة. إذن أول شيء بنحسب المقاومة المكافئة للمقاومتين الموصولتين على التوازي، واحد على R توازي وتساوي لواحد على 25 زائد واحد على 22 ويساوي 47 على 550. نقلب طرفي الكسر الأول والكسر الأخير. R توازي تساوي 550 على 47 وتساوي 11.7 أوم، هي R توازي، وتصبح الدارة بهذا الشكل. وكأن دارة توالي فيها مقاومتين، واحدة مقدارة 15 واحدة مقدارة 11.7 أوم. نحسب المقاومة المكافئة لدائرة التوالي. R التوالي وتساوي 15 أوم زائد 11.7 أوم وتساوي 26.7. من قرب لرقمين معنويين بتصير 27 أوم. منطبق قانون أوم على الدارة كلها، أي التيار الكلي ويساوي لدلتا في مصدر على R المكافئة وتساوي 125 فولت على 27 أوم وتساوي 4.6 أمبير، هو التيار الكلي للدائرة. بعد ذلك كيف بدنا نحسب نحن المطلوب؟ ما بننسى أنه المطلوب آي بي. ننظر للشكل، منلاحظ دلتا في للمصدر تساوي لدلتا في للتوستر زائد دلتا في للبلندر والميكسر، يعني فرق الجهد هذا، هذا الفرق. دلتا في مصدر 125 فولت، دلتا في توستر ويساوي للتيار الكلي ضرب R توستر زائد دلتا في للبلندر أو للميكسر، يعني للخلاط أو لمحضر الطعام. منعود 125 فولت ضل مثل ما هي وتساوي I عبارة عن 4.6 أمبير، R التوستر 15 أوم زائد دلتا في للبلندر يعني الخلاط ومحضر الطعام 125 فولت ناقص 69، هال 69 هي حاصل ضرب 4.6 أمبير في 15 أوم، ونقلناها لطرف اليسار المساواة. بتصير عندك فرق الجهد بين النقطتين اللي عم يحصروا بيناتهم الميكسر والبلندر، يعني الخلاط ومحضر الطعام، تساوي 56 فولت. منطبق قانون أوم بين طرفي الخلاط، التيار المار في الخلاط يساوي فرق جهد الخلاط على مقاومة الخلاط البلندر، وتساوي 56 فولت على 22 أوم وتساوي 2.5 أمبير. بسيطة جدا لكن لازم تتدرب على حلها، يعني تحكي وتحل. وفي رعاية الله
لا تنسونا من الدعاء ومن التشجيع.